مرحبا، اهلا وسهلا. يا هلا. بأي قسم عم تدرس؟ انا عم بدرس اعلام بالجامعه الافتراضيه السوريه. طيب، يا ترى انت بتفضل الاسئله المؤتمته ولا التحريريه، وش السبب؟ هلا انا طبعا كطالب اعلام او بشكل عام الاسئله المؤتمته، يعني اذا طالب ما نو فهمان بشكل عام ما بيحسن يحلها، بغض النظر عن اذا كانت مؤتمته او سؤالها يعني جوابها بيكون بكبسه زر. نحن كطلاب بالجامعه الافتراضيه او كشخطه قلم بشكل عام، يعني الاسئله المؤتمته يعني اكيد بتدل على فهم الطالب، واذا طالب ما نو فهمان اكيد ما بيحسن يحلها الاسئله المؤتمته. برايك المؤتمته ولا التحريريه؟ طبعا المؤتمته. مرحبا، يا هلا. اهلين. باي قسم؟ قسم الهندسه الميكانيك سنه خامسه. طيب الامتحانات كيف عم بتكون؟ والله هي لولا الجو كانت ممتازه، بس الحمد لله عم نعمل نحفظ كل الظروف. حلو. انا بتفضل الاسئله المؤتمته ولا التحريريه؟ والله في مواد بفضل اتمته وفي مواد تحريريه حسب الماده. هلا انت شو بتفضل، مواد يعني الاتمته بشكل عام ولا التحريريه؟ شو السبب؟ تحريريه مثلا اذا اجانا سؤال فيني اكتب شو ما كتبت باخذ علامه، اما الاتمته مثلا انا مضطر اكتب الجواب الصح، يعني اذا كنت مخطئ ما بيستفاد شيء من الشغل، بكون مشتغل على المسوده. ماجستير علوم ويب بجامعه الافتراضيه. معناها انت هلا بتفضل الاسئله المؤتمته بالامتحان ولا التحريريه، وشو السبب؟ اكيد مؤتمته، لاني تعتمد على الفهم، يعني ما بدي احفظ ابدا، ومتعوده عليه. يعني انا درست بي اي تي بالجامعه الافتراضيه مؤتمت، وهلا عم كفي كله مؤتمت. يعني بتبقى المؤتمته افضل من التحريريه بكثير. انا التحريري بدك تبصمي وتحفظي، هو يمكن افضل للفروع الادبيه كونك بدك تشرحي اشياء او شيء، بس يعني مثل فروعاتنا مثلا تكنولوجيا معلومات، لا المؤتمت افضل للفهم، افضل. تفضل يعني هلا الاسئله المؤتمته على التحريريه؟ كثير بكثير، لانه علم الاجتماع بشكل خاص، انا راح احكي من وجهه نظري الخاصه عن قسم علم الاجتماع بالذات، هو علم اجتماعي يكون علم عملي اكثر من ما يكون نظري. بالاخير الطالب يتخرج من قسم علم الاجتماع ما يفهم شيء، ولا يفهم انه شو اخذ او كذا. في عنا دكاتره بيهتموا بالعمل اكثر، في عنا دكاتره بيهتموا بالنظر اكثر، ولكن من وجهه النظر الخاص في انه انا العلم الاجتماعي يكون عملي اكثر، انه مجال تطبيقي، مجال حلقات البحث الميدانيه تاخذ علامات اكثر، انه 20 علامه على كم ماده، مادتين بالسنه ما بتكفي شيء. يعني يا ريت تكون علامات الحلقات البحث تكون مثلا من 50 على الاقل، نفترض ولو كان مستحيل هذا الشيء، بس انه بنقول يعني لعل وعسى تحقق هذا الشيء. بفضل الاسئله انه بالنسبه لقسمنا جغرافيا التحريري افضل. ليش؟ لانه المؤتمته قسمنا بيتضمن كله اتجاهات وارقام، بصير خربطه، لذلك التحريريه افضل. باي قسم عم تدرسي؟ هندسه طاقه كهربائي. امتحانات كيف عم بتكون؟ انه يعني فيها شويه سهوله وشويه صعوبه، مو كثير صعبه. طيب انت شو بتفضلي، الاسئله المؤتمته ولا التحريريه، وشو السبب؟ هلا الاسئله المؤتمته في دكاتره عم يعطوها انه الخطا يلغي الصح، هذا كثير عم يعذبنا، انه ما عم نرفع المواد هيك. بس التحريري انه بتكون احسن، لان شو ما كتبتوا عم تاخذوا علامة اكثر من المؤتمتة، انه هاي الخطأ يلغي الصح. الاتمتة اكيد، الاتمتة مثلا ما بتضطر تحفظي بصم، بتساعد انك فورا تعرفي المعلومة. الحفظ البصم كتير بشيء صعب. الاسئلة الاتمتة مثلا بتفهمي الفكرة اكثر، بيصير عندك توسع بالمعلومات، حتى بتفهمي الفكرة لوقت أكبر من إنه تحفظيها بالصم. الامتحانات كيف عم بتكون هلا؟ يعني ماشي الحال، في مواد صعبة في مواد سهلة، بين وبين. وأنت كدكتور جامعة وأستاذ، إنه شو بتفضل، إنه تحط أسئلتك مؤتمتة ولا تحريرية، وشو السبب؟ هلا أول شيء بدنا نشوف دراسة توجهات الحالي التعايشي للطالب، كيف يعني بالشكل الممكن بإمكانية الممكن من المتمكن. نحن أثناء المحاضرات نحن نعطي محاضراتنا، لكن منشوف أغلب الطلاب بيحبوا، خاصة بالعصر المعصر الآن، منلاحظ بيحبوا الأتمتي أكثر. ليش؟ لأنه بتنمي تفكيرهم العقلي، لأنه إذا خيرتهم بين أربع خيارات وقلت لهم هذا الصح وهذا الغلط، نحن منعلمهم أنه كيف بيميزوا الخطأ عن الصح.